السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد. في درس اليوم ان شاء الله حنتعلم طريقه انشاء جدول في قاعده بيانات في مايكروسوفت اس كيو ال سيرفر. سبق وتعلمنا في درس سابق طريقه انشاء قاعده بيانات، كذلك سبق وانشانا قاعده بيانات كانت تحت اسم تيست داتابيس. حاليا في درس اليوم ان شاء الله حنتعلم طريقه انشاء جدول في قاعده البيانات اللي انشاناها سابقا اللي هي تيست داتابيس. لانشاء جدول نضغط على زر الفار الايسر على اشاره زايد الجنب او المرافقه لاسم قاعده البيانات اللي انشاناها اللي هي تيست داتابيس. حتطلع لنا المكونات الخاصة بها، ثم نديروا ضغط على زر الفار الأيمن على التابلز أو الجداول الموجودة، ثم من نيو نختاروا تابل أو اللي هي إنشاء جدول جديد. حاليا في الشاشة هذه حندخلوا المكونات الخاصة بقاعدة البيانات أو البيانات اللي موجودة فيها. حندخلوا أي بيانات موجودة على سبيل المثال الاسم، ثم حندخلوا الداتا تايب الخاص بها. بالنسبة للداتا تايب حناخدوها في درس خاص بها إن شاء الله، حيكون الدرس القادم. الداتا تايب هي عبارة عن نوع أو المدخلات اللي حاليا حندخلوها في قاعده البيانات، شن حيكون نوعها؟ هل حتكون انتجر او انفارشار او بوليان والى اخره، اللي هي بالعربيه عباره عن هل هي اعداد صحيحه او اعداد عشريه او حروف فقط او حروف وارقام او رموز خليط منهم. ان شاء الله حنتعلموا هذا اكثر كيف ما قلنا في الدرس القادم، حنتعلموه بشكل كامل. بعد ما نكملوا جميع البيانات او جميع المدخلات الموجوده في الجدول اللي حاليا انشاناه في قاعده البيانات اللي هي التست او في اي قاعده بيانات اخرى كانت، حنديروا عليه سيف تيبل او حتى نحفظوا السيف في قاعده البيانات. حندخلوا اسم خاص بالتيبل، حنديروا فيرست تيبل على سبيل المثال، ثم حنديروا اوكي. حاليا الجدول انشئ. لو نجوا على التيبلز اللي هم في قاعده البيانات اللي احنا حاليا قاعدين نخدم عليها اللي هي التست، حنديروا عليه ضغط بزر الفار الايمن، ثم نديروا ريفرش او اعاده انعاش او اعاده تحميل، ثم حنديروا على اشاره زائد، حيطلع لنا الجدول اللي حاليا احنا انشاناه اللي هو الفيرست تيبل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بدرس هذا، وكان درس بسيط وسهل بالنسبة لكم. ان شاء الله في الدروس القادمة حنعرفوا اكثر على انشاء الجداول والتقنيات الموجودة وانواع البيانات لكل جدول وانواع الخانات. ان شاء الله نتلاقوا في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.